والله لقد حدثني رجل من دمياط، رجل من آبائنا العاديين العاديين، وكنت ألقي محاضرة في مكة، فاستوقفني وقال: أستحلفك بالله يا شيخ محمد تسمعني قبل ما تتكلم. قلت له: تفضل تفضل يا والدي، تعال اجلس والناس بين يديك. قلت: تفضل أسمع الناس، تكلم. قال: والله يا ابني كنت رجلا مصابا بشلل نصفي كامل، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. قال: وسافرت إلى لندن وإلى أمريكا ولم يقدر الله لي الشفاء، وأنا أجلس على كرسي هذا منذ سنوات، أجلس على الكرسي منذ سنوات. قال: وفي يوم يفتح أولاد التلفزيون فأشاهد الناس يكبرون ويستعدون لحج بيت الله الحرام، ورأيت هذه الصور التي تنقل صور الطائفين حول الكعبة. قال: فبكيت وقلت لأولادي: يا أولاد. قالوا: نعم يا أبا. قال: والله أنا عاوز أروح للملك في بيته واسأله هناك اللي أنا عاوزه، وأنا عندي يقين إن لو رحت للملك بيته مش هيخيبني ولا هيردني. قالوا: ملك مين يا أبا وبيت مين؟ قال: أريد أن أذهب إلى العمرة أو إلى الحج، أريد أن أدخل الكعبة وأن أناجي الملك رب البيت في بيته، وقلبي يملأه اليقين أنني إن ذهبت إليه في بيته وإن سألته هنالك لن يردني خائبا. قالوا: طب يا ما تقدرش تسافر بالوضع اللي انت فيه؟ قال: استأجروا لي طيارة، أنا راجل مبسوط عندي أموال، ده مالي، استأجروا لي طيارة، سفروني بأي شكل، سفروه. يقسم لي بالله، يقول لي: والله يا شيخ محمد دخلوني الكعبة، دخلوني بيت الله الحرام على الكرسي. قلت لهم: نزلوني في الصحن، صحن الطواف حوالين الكعبة، وفي جنب كده سيبوني وتوكلوا على الله، وأجلسوني بالقرب من الكعبة. قال لي: والله يا شيخ محمد ساعة كاملة وأنا أصرخ أصرخ وأبكي بكلمتين اتنين، معلش بنفس اللهجة كده، يقول أصرخ وأقول له: والله ما أنا راجع ولا أنا طالع من بيتك إلا على رجلي أو على المقابر، والله لن أخرج من بيتك إلا على قدمي أو حتى تقبض روحي هنا لأخرج إلى المقابر، والله ما أنا طالع إلا على رجلي أو على المقابر. تصرخ وينادي بيقين عجيب، يقول: ساعة ما عنديش إلا الكلمتين دول، وأبكي وأناجيه وأقول له: أنا في بيتك سبحانه وتعالى. يقول: صدعت، تعبت من البكاء، فركنت على إيد الكرسي ونمت شوية، خدتني سنة من النوم. يقول لي: وأنا نايم رأيت رؤية في هذه الإغفاء، وسمعت هاتفا ينادي علي بصوت مرتفع وبيقول لي: قوم امشي، قوم امشي. مرة تانية، مرة تالتة، قوم امشي. صرخ: قوم امشي. قال: فاستيقظت، فقمت امشي. مشيت حتى اتجهت إلى باب الكعبة وتذكرت شللي، فظللت أصرخ وأقول: يا ملك يا ملك، والله ما خيبت من لجأ إليك وفوض أمره إليك. رجل عالي، لا أقول عالما ولا وليا، بل رجل عادي، مسلم عادي، امتلأ قلبه باليقين في الملك العلي أنه إن سأله بصدق ويقين لن يخيبه. والله لو أذنت لهذا الجمع الكريم المبارك بين يدي الآن
وقلت فليقم كل والد من آبائنا الكرام وكل أخ من إخواننا الأفاضل ليحدثنا الآن عن موقف واحد لجأ فيه إلى الله بصدق فجبره مولاه ورب الكعبة. لحدثنا هذا الجمع كله عن موقف وموقف وموقف.